حبيبي اهلا وسهلا بيكم في قناتي واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض نعمل ورقه شجر سهله بسيطه جميله جدا جدا هنستعملها كتير في عمل الورود يعني مفيش ورده بنعملها من غير ورقه شجر فالنهارده الفيديو بيشرح بس ازاي نعمل ورقه الشجر اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم واتمنى اللي بتعجبه قناتي يشترك معايا في القناه قناتي بتكبر بيكم اتمنى تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد اتمنى كمان تكتبولي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديوهات بتاعتي وايه اللي تحبوه ان احنا نعمله مع بعض اكتبوا لي طلباتكم اكتبوا لي رغباتكم اه لو عندكم افكار حلوه اقدر استفيد بيها واكيد هستفيد بيها وانا كمان اه احب اشارك افكاري معاكم ويلا بسرعه نجري على الفيديو ونشوف خطوات العمل بتاعه ورقه الشجر الكروشيه انا هستعمل معاكم الخيط الفاتح ده عشان تبان الغرزه في الشرح في الفيديو الخيط خيط سميك شوية وهستخدم له إبرة اتنين وربع ملي أنا بحب قوي أشتغل الحاجات اللي عايزة الغرزة فيها تبقى محبوكة قوي وتبقى مقفولة ما مرخية أو مفتحة فبحب أستخدم إبرة تكون أرفع شوية من مقاس الإبرة المفروض كنت أستخدمها للخيط ده فأنا هستخدم الإبرة الرفيعة دي مع الخيط السميك ده أول حاجة هعملها هعمل عقدة البداية وعقدة البداية دي عقدة للشغل لكن مش بداية الشغل يعني مش هتبقى محسوبة معايا في عدد الغرز هعمل 11 غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر عملت حداشر غرزة سلسلة وبعدين هرتفع غرزة سلسلة والغرزة اللي انا هعملها اللي هي رقم اتناشر دي مش هتبقى محسوبة معايا في عدد الغرز اللي هم حداشر هيفضلوا زي ما هم حداشر طيب السطر الاولاني هسيب الغرزة اللي تحت الابرة وابتدي في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط وأول غرزة هعملها من الحداشر هعمل غرزة منزلقة الغرزة رقم اتنين هعمل غرزة حشو الغرزة رقم ثلاثة هعمل غرزة نص عمود اللي أنا بلف الابرة على الفتلة على الابرة ويبقى عندي ثلاث غرز على الابرة وأبتدي أسحب كل الثلاث لفات أو الثلاث غرز من على الابرة يبقى عملت غرزة منزلقة، عملت غرزة حشو اللي هي رقم اتنين، عملت غرزة نص عمود اللي هي رقم تلاتة، رقم أربعة هعمل غرزة عمود بلفة، وبعدين في نفس الغرزة هعمل غرزة عمود بلفة تاني، يبقى أنا عملت اتنين غرزة. عمود بلفة في نفس الغرزة، الشكل هيبقى كده، شايفين الشكل؟ يبقى غرزة منزلقة، غرزة حشو، غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعدهم اللي هي رقم أربعة دي هعمل فيها غرزتين عمود بلفة، الغرزة رقم خمسة هلف لفتين على الإبرة عشان هعمل عمود بلفتين. اسحب لفتين من على الابره وبعدين لفتين وبعدين لفتين يبقى الغرزه رقم خمسه عملت فيها عمود واحد بلفتين الغرزه رقم سته اللي هي اللي بعدها على طول دي هعمل فيها غرزتين عمود بلفتين دي رقم سته ادي عمود وبعدين هعمل عمود تاني بلفتين في نفس الغرزة، وأسحب لفتين، وبعدين لفتين، وبعدين لفتين، الغرزة اللي بعدها هعمل عمود بلفتين بس مش في نفس الغرزة، في الغرزة اللي بعدها، في الغرزة اللي بعدها. ده الشكل بيبقى بالطريقة دي، وبعدين الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة عمود بلفة، كده، والغرزة اللي بعدها هعمل غرزة نص عمود، هسحب التلاتة كلهم مع بعض، وبعدين الغرزتين اللي فاضلين. هعمل زي البداية برضو غرزة حشو الغرزة قبل الأخيرة والغرزة الأخيرة هعملها منزلقة الطريقة دي هيبقى ده الشكل يبقى الغرزة الأولى عملت منزلقة نمرة اتنين عملت حشو نمرة ثلاثة عملت نص عمود نمرة أربعة عملت فيها غرزة عمود وغرزة عمود تانية يعني نمرة أربعة عملت فيها غرزتين نمرة خمسة عملت فيها عمود بلفتين نمرة ستة عملت فيها غرزتين عمود بلفتين نمرة سبعة عملت فيها غرزة عمود بلفتين ونمرة تمانية عملت فيها عمود ونمرة تسعة عملت فيها غرزة نص عمود والغرزة رقم عشرة عملت فيها غرزة حشو الغرزة الأخيرة رقم حداشر عملت فيها غرزة منزلقة والشكل بيبقى بالطريقة دي معلش حابة أقول ملحوظة أحيانا في حد ممكن يقول لي إنه مثلا الشرح كان بسرعة في ترس علي الفيديو من اعلى على الناحيه الشمال بندوس علي الترس ده بيبقي مكتوب عليه السرعه هندوس علي السرعه ونختار السرعه هو بيبقي في السرعه العاديه طبيعي ممكن انا اغير السرعه واخليه بسرعه خمسه وسبعين مئة. او بسرعة نص من مية او ربع يعني حسب البطء اللي حضرتك عايزة تفهمي فيه حتة معينة يعني في ايد حضرتك تسرعي كمان الفيديو اسرع من كده او تبطئيه ابطأ من كده لو عايزة تفهمي حاجة بالبطيء ده كده النص الاولاني من ورقة الشجر بعد ما خلصت غرزة منزلقة اخر حاجة هبتدي اعمل غرزة غرزة سلسله وأدخل في نفس الغرزة هي نفس الغرزة اللي هي كانت رقم حداشر بقت هتبقى رقم واحد، هدخل فيها وأعمل غرزة منزلقة، وبعدين هروح للغرزة التانية هبتدي أشتغل على الجزء بتاع الغرز اللي هنا دي، هدخل في الغرزة رقم اتنين وأعمل غرزة حشو، باخد الفتلة بتاعة البداية معايا للتثبيت، وبعدين الغرزة رقم ثلاثة هدخل فيها وهعمل فيها غرزة نص عمود، أسحب التلاتة كلهم، الغرزة رقم أربعة هعمل غرزة عمود، بدخل في الغرزة اللي بعدها شوفوا بدخل فين، هي بتبقى باينة أهي، هدخل فيها وأعمل غرزة عمود، وبعدين هاجي بعد كده للغرز اللي هي الطويلة اللي هي العمود بلفتين. أول غرزة هعمل فيها غرزة عمود بلفتين، تاني غرزة لو شايفين اللي هي كنت عاملة عمودين في غرزة واحدة اللي هو العمود اللي هو بلفتين، فهدخل فيها وأعمل برضو عمودين بلفتين كل عمود بلفتين، آدي أول واحد، وفي نفس الغرزة. هنا في نفس الغرزه هعمل تاني عمود بلفتين وبعدين الغرزه اللي جنبها عمود واحد بلفتين الغرزه اللي جنبها لو شايفينها لو فاكرين كنت عملت اتنين عمود بلفه في غرزة واحدة فأنا هعملهم برضو في الغرزة اللي جنبها يعني هسيب الغرزة دي واروح للي جنبها واعمل فيها اثنين عمود بلفة ده واحد وده اثنين الشكل اهو وبعدين الغرزة اللي بعدها تبقى غرزة نص عمود الغرزة اللي جنبها على طول ما سيبش غرزة نص عمود بسحبهم كلهم، الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، والغرزة الأخيرة غرزة منزلقة، يعني لو حضراتكم واخدين بالكم إن أنا زي ما روحت بالترتيب ده هرجع عليه بنفس الترتيب وأنا راجعة، ويبقى الشكل بتاع الورقة عامل كده، طب خلصت الورقة كده؟ لأ لسه ما خلصتش، هعمل إيه بقى؟ عايزة أعمل عرق الورقة اللي بيبقى في النص العرق اللي هو بيبقى ناشف شوية وبيبقى في النص طب أنا هعمله إزاي؟ هرتفع سلسلة وأدخل في نفس المكان وأعمل غرزة منزلقة ودي تبقى رقم واحد الغرزة اللي بعدها هدخل فيها وأعمل غرزة منزلقة ودي رقم اتنين وأحاول ما شدش قوي الغرزة اللي بعدها رقم تلاتة برضو منزلقة يعني كل العرق اللي في النص بعمله منزلقة الغرزة رقم أربعة منزلقة الغرزة رقم خمسة شوفوا بدخل في المكان بتاع النص خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر آخر واحدة حداشر يعني الحداشر غرزة اللي كنت بادية فيهم من الأول شوفوا شكل الورقة بقى عامل ازاي باينة قوي إنها فعلا ورقة شجر طيب ورقة الشجر بيبقى فيها عين صغير كده او عنق الورقه كده صغير فانا ببتدي اعمل واحد سلسله اتنين تلاته اربعه خمسه وابتدي اقطع الخيط حبايبي وكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا فيديو سهل قوي قوي وبسيط ممكن تعمليه بكل سهوله على فكره تعمليه ببواقي الخيوط مش شرط نشتري خالص خيط لانه ما بياخدش زي ما حضرتك شوفتي ما بياخدش خيط كتير اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى دايما كل اللي اقدمه ينال رضاكم وحابه اشكركم حبايبي على دعمكم لقناتي وعلى اشتراككم فيها وعلى كل كومنت حلو بتكتبهولي بحبكم كلكم thank يو باي باي